السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه رجاء فلوغ. مرحبا بالبنات كاملين اللي عندي، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد ان شاء الله، غادي نحضروا ميني تشيز كيك ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وراه الوليدات كاملين كيعجبهم. هنا عندنا 200 غرام ديال بسكوي، اي بسكوي مفضل عندكم. انا اختاريت هذا البسكوي، هذا هو اللي كان عندي في الدار. عندنا القشده الطريه 20 مليلتر سائله. عندنا الجبن، اي جبن موفر عندكم في الدار، اي فرماج تستعملوه. انا كان عندي هذا استعملته، 200 غرام ديال الجبن. عندنا سكر، عندنا جوج ديال المعالق ولا ثلاثة، بيضة واحدة، معلقة صغيرة سكر فاني، ومعلقة كبيرة ديال الطحين لافارين. فوالا البنات، البنات هنا راه نسيت قبيله ما قلت لكمش على الزبده. ها هي الزبده هنايا ذوبناها، غادي نخلطوها مع البسكوي ديالنا حتى كتخلط كامله. صافي غادي عندنا واحد الخليط، يعني ماشي خليط كاع، هذا نورمال كما هكا. هنا البنات الخليط خصو يكون ماشي كاع ليكيد بزاف، يكون شويه عاقد كما راكم كتشوفوا، تجي كريمه عاقده، تكون عاقده ماشي ليكيد ليكيد. فوالا البنات هنا غادي ندخلوها للثلاجه تشد راسها غير واحد شويه. هنا بعد ما درناها في الفرن على درجه حراره 160 وطياب من 20 حتى 25 دقيقه. تزيين البنات، اللي كان عندنا موفر في الدار، ماشي ضروري نخرجوا نشريو كلفو ريسانا، غير اللي كان عندنا موجود، يعني اللي كان عندي موجود هو اللي درته. اي حاجه ميم غير كونفيتور ديروه فوق منه نوات كوكو مثلا، المهم اي حاجه. انا هنا درت نوتيلا،
درت الكونفيتور فريز مع كان عندي شويه لي فروي روج. مهم انتم معايا. ولا البنات وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى تكونوا يكون عجبكم الفيديو ديالي، عجبكم هذا الميني تشيز كيك. ان شاء الله جربوه، ما تنساوش راه كيجي زوين لذيذ والمقادير ديالو يعني بسيطه، الوليدات كيحمقوا عليه، وليداتي انا كلاوه عجبهم. وهنا غادي نقول لكم مع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله.